إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة طيور الزينة وأجمل متابعين في الدنيا. الفيديو ده بفكركم بالجايزة اللي احنا عاملينها. خلاص ان شاء الله هنعمل السحب يوم الجمعة الجاي، هنعمل السحب الواحد فايز من متابعين القناة، واللي هيفوز ان شاء الله هيكسب جوز العصافير اللي قدامكم. دي الجايزة اللي احنا عاملينها، دكر ونتاية ريمبو، النتاية موف فايلوت، والدكر اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده كوبالت فايلوت، والاثنين سنجل فاكتور. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مستوى كويس، والجولدن مشع زي ما انتم شايفينه كده. ان شاء الله ما يغلاش على الفايز. بتمنى منكم الاشتراك في القناه والمتابعه، لان ان شاء الله دي مش اول جايزه احنا عملناها، ولا ان شاء الله هتبقى اخر جايزه. وافكر الناس اللي ما تعرفش شروط الجايزه ايه، احنا الجايزه يعتبر ملهاش شروط. كل الحكايه ان انت بتدي لايك على الفيديو وبتكتب تعليق للقناه، وان شاء الله احنا بنعمل سحب من تعليقات حضراتكم على القناه، وبنختار واحد يفوز بالجوز ده ان شاء الله. هنعمل السحب يوم الجمعة الجاية ان شاء الله، وهنعلن عن الفايز في ايام العيد، وان شاء الله تسليم الجايزة هيبقى في سوق السيدة عائشة. يلا الكل يشارك، استني تعليقاتكم الجميلة قبل السحب، فرصة قبل السحب اكتب تعليق يمكن انت تبقى الفايز. شكرا لمتابعتكم الغالية والمستمرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.